وأحلى الأيام يا نور والأسابيع يلي كل بيت عم بيحضر حاله لاستقبال طفل المغارة السيد المسيح، وشوارع تزينت، البيوت استعدت للاستقبال بهيدي السنة، كانت مظاهر العيد وليالي أوضح من السنين الباقية. أكيد سالي، مع عجقة الشوارع والطرقات وتزينت أغلب المحافظات والقرى السورية بشجرات كبيرة لعيد الميلاد. إن شاء الله العيد يعود بالسلام على الجميع وعلى سوريا بألف خير لنعيش طقوس العيد والاستفادة من أقصى طاقة من طاقته الإيجابية. هالموضوع رح نحكي عنه مع الدكتورة غالية البغدادي، أخصائية بعلوم الطاقة. أول شيء سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي وميلاد مجيد. حبيبتي تسلمي لي، كل عام وأنتم بخير. كل عام وانت بخير وعائلتك حبيبتي. بألف ألف خير غالية. خلينا نحكي عن الطاقة بعيد الميلاد، وجميع الأعياد هي بتبعث لنا طاقة، ولكن عيد الميلاد بيتميز بالزينة، بالألوان، بالأضواء الحلوة. خلينا نحكي قديش هي رغم كل شيء بتعطينا طاقة. أكيد له جو الخاص عيد الميلاد، بالشجرة، بالألوان اللي بتكون، بالفرحة، وخصوصي هالسنة إذا انتبهتوا فرحة كتير، يعني بتحسي إنه الحمد لله العيد كتير كتير إن شاء الله هيك إجا حلو يعني على الكل. بس بيهمني أنا أكتر شيء قبل ما نستقبل العيد، أنا شو بدي أعمل ببيتي حتى يكون طاقة المكان مهيئة لهذا العيد، يعني يكون نحن مزبطين أمورنا، يكون العيد عن جد حلو وبيتنا خالي من الطاقة السلبية. هلا نحن عندنا شيء اسمه التنظيف بالطاقه او تنظيف البيت، كل مره بحكي عليه تنظيف الملح، انه ننظف بالملح، نمسح حتى الكنب، شيء بسيط من الملح. غاليه ملح صخري ما؟ ملح صخري او بحري، بس في شغله هون لازم اعملها، وقت الاعياد بالذات المفروض نفتح شبابيك البيت كلها ونفتح حتى الخزن والدروج، نخلي الطاقه الموجوده تطلع كلها لبرا، لانه انت ما بتعرفي بيكون في تراكمات، في طاقات سلبيه موجوده. تراكمات سلبيه يعني. تماما، فانا لما بفتح الشبابيك البيت كله، بفتح دروجي، بفتح خزايني وببلش نظف وهو مفتوح هذا كله، بيعطي بتحسي حالك اسرع صار البيت جو السلبيه فورا ما بتطلع. عم تحكي غاليه نور، نحن حتى بالايام العاديه غاليه وقت نحن نهوي البيت وحتى نفتح الدروج والخزاين بنحس في شيء وهم ونزاح. تماما اكيد بايام الاعياد اكيد، فهي شغله كثير مهمه، ومهمه كثير بس ننظف بالمي والملح، نعمل تبخيره للبيت، تبخيره البيت باي بخور موجود عندنا، ان كان خشب الصندل، هلا انا فضله كثير لانه هو بالذات بكسر الطاقه السلبيه بالمكان. هلا نحن في عندنا شيء حتى بالطاقه بنقوله على طول، انه نحن عم ننظف ونعمل هذا الشيء بس نخلص، لو نطفي الكهرباء شوي، ننزل القاطع شوي لمده نص ساعه ونشعل بس الشموع، نسكر، وبعد ما نخلص التنظيف وسكرنا الدروج وضبضبنا كل شيء، نطفي الكهرباء ونشعل الشموع ونعطي السلام ونعطي السكينة، وتتأملي الشمعة وتعدي شوي هيك على ضوء الشموع، يعني تتجردي من كل شيء، من الشحنات الكهربائية الموجودة، من كل شيء تماما، وتعدي شوي حتحسي طاقة بيتك صارت مميزة جدا، يعني بتحسي أنت عملتي شيء. هلأ الشيء الثاني، نحن كأشخاص نحن شو لازم نعمل لنا مثلا؟ هلا انا على طول بقول حمام الملح، بس وقت العيد بالذات ما بحب الدوش السريع، يعني انك تاخذي كمشه ملح وتدلكي فيها جسمك وتغسلي بعدها وتطلعي. وقت العيد بالذات بحب لا انه يكون نقعد بالمي والملح، يعني نقعد لفتره، حتى اذا منضيف، يعني هلا البانيو اذا عبيناه بده كاسه ملح كبيره، كبير ملح صخري، وانا بقول كمان زياده للانتعاش وحتى تحسي حالك بالفعل في طاقه سلبيه طلعت منك، تضيفي كمان كاسه بن، يعني القهوة الناشفة البن كمان تضيفيها، بده حمام ثاني الواحد. تمام، بتعدي انت، فبتعدي بتحسي حالك عن جد نوع من الاسترخاء والطاقات السلبية كلها نزلت. حلوة كثير حلو، بس تقومي بيكون البن علقان على جسمك، فأنا ما بحب فورا تفتحي مي وتغسلي، لا بتبلشي تدلكي، هون صار مثل طريقة صنفرة للجسم وتنزيل كل شيء طاقات سلبية، وبعدها بقى بتفتحي المي. المي لما نحن بدنا نفتحها بدنا نحن نعطي راحة لجسمنا ونستقبل العيد، بيكون حتى أجسامنا نظيفة. بغمض عيوني أنا وبتخيل المي عم تنزل زرقاء وعم تنزل، وأنا بقلبي بقول، يعني نحن بالطاقة طول ما نقول النية تسبق أي عمل، صحيح. فأنا بحط النية على نية أنه هالمي تنزل وتغسل كل شيء، هموم وأوجاع وأمراض وطاقات سلبية موجودة عنا، يعني يمكن هدول القصص ما تتعدى الساعة أنا أعملها ببيتي، بس بتحسي حالك عملتي شيء عن جد، وبعدها بتهيئي حالك للعيد، بتحسي عن جد طاقة البيت كلها عم تشع، بتحسي بيتك في ضوء عم بيضوي عن جد. يمكن حكينا هلأ معك
غالية، كيف بتهيئي نفسك لاستقبال العيد والاستفادة من الطاقة الإيجابية؟ خلينا نحكي عن طاقة العيد الإيجابية. أنا هلأ بقول لهم لأهلي ورفقاتي اللي متضايق ينزل يمشي بشوارع الشام بس ليشوف الفرحة والزينة. صحيح. لحالك يمكن تتمشي 10 دقائق الفرحة بتفوت لقلبك وبتعيشي تفاصيل العيد مختلفة. فينا نقول تمام، هلأ نحن بس نقول كلمة عيد، كلمة عيد إلى تردد كون عيونك بيضحكوا لحالك تمام، بتحسي فرحة، فما بالك أنت إذا قلتي عيد ونزلتي على الشوارع. هلأ نحن بنقصد بالعيد أكثر شيء التسامح والمحبة والصلح إذا بدك، لأنه في كتير ناس بيكونوا عن جد في مشاكل بالعائلات أو بين الأخوات أو بالشغل، إمتى نحن منحل هالقصة هي بالعيد؟ فخلي العيد يكون وبالذات هذا العيد لأنه عن جد مميز كتير كان، فنحن بدنا إياه يكون يعني مثل ما بيقولوا العيد عيدان، عن جد يكون عيد للتسامح للسلام. أنا بادر ما استنى لحتى هو يبادر، مثلا إذا أنا متخانقة مع حدا أو متزعلة مع حدا أنا على طول اللي يكون المبادرة، أنا اللي روح أقول له أنا بعتذر منك وهلأ عيد وهلأ صفحة جديدة. خلينا نحن نكون المبادرين وخلينا نحن اللي نبلش بالسلام وبالكلمة الطيبة، خليه عن جد يعم الخير والسلام على الكل، بتحسي الطاقة كلها بتختلف، بس تمشي بتحسي ريحة الهواء صارت غير، حتى البسمة، يعني نحن مثلا بنطلع إنه إيه عيد وكذا بس تحسي إنه معصبين وهذا ناقص وهذا مو ناقص وهذا جبنا وهذا ما جبنا، معجوقين تماما. طب لا لازم يكون شوي في هيك رواء، معلش هذا ناقص يلا بنجيبه المرة الثانية. أهم شيء الكلمة الطيبة والكلمة اللي إلها تردد كتير حلو، هي أكثر شيء اللي بتعطي الفرحة والسلام. غالية دائما بالبيت في عنصر أخ صغير أو أخت صغيرة أو حدا بيضله مشلوش ومعصب، بخصوص مثلا بأيام الأعياد، فكيف فينا نمتص نحن هذا الشيء ونقول له لا لازم تروق، لازم نعطيه طاقة إيجابية؟ قديش شو الطريقة اللي فينا نقدر ناخذ نمتص الغضب؟ يمكن أنت خبيرة طاقة ممكن تفيدينا بمعلومات. أكيد طبعا، هلأ وقت يكون في هيك أشخاص، هلأ حمام الملح أنا حكيت عليه كتير هو بينزل من هاي الطاقة الموجودة السلبية للشخص نفسه، خليه يعمل حمام الملح، نحاول نتناقش مع هذا الشخص نشوف أول شيء شو مشكلته. هلأ احتمال يكون عنده حالة معينة هو ما عم بيحكي أنا حدا فمأثر عليه سلبا، فنحن لازم نعرف شو اللي عم بيصير معه. الشيء الثاني نحاول نهدي، نقول له هدي، إذا كان لابس ألوان كتير فاقعة لأنه هلأ مثلا أعياد وكذا الناس كلها بتروح للألوان. صحيح. الأحمر وهيك، لا هذا الشخص اللي بتحسيه عنده توتر يروح للألوان الزرقاء الخضراء، هدول الألوان اللي بتعمل له يبعد عن الأحمر شوي برأيك؟ تماما. هلأ إذا كان الشخص كتير عصبي فضل يبعد عن الألوان الحمراء، حتى الأطفال اللي عنده هلأ فرط حركة. بس يمكن اللون الطاغي بأعياد الميلاد هو اللون الأحمر. تماما، هو هذا اللون الطاغي. بس نحن وقت يكون الطفل عنده فرط حركة أو شخص كتير هو بطبيعته عصبي، يعني في أشخاص بيكون عندهم مناسبة أو حفلة بالبيت أو أي شيء بيضلوا معصبين، فعدي لبسي أحمر صعب كتير. وحتى في شغلة هون النقاش بيكون كتير صعب معه جداً. يعني بدك تجي تناقشي بتحسي فورا بس بيفور، فنخليه يروح على الألوان. هلأ اللون الأخضر بالميلاد كتير حلو كمان، رائع. يعني كمان فينا هلأ فينا لون أخضر ندخله أكسسوار. طب هذا اللي بدي أسألك عنه دكتورة غالية، يمكن بكل بيت بالميلاد بتلاقي الأهل عم يزينوا ويحتفلوا، خلينا نحكي عن زينة الميلاد والألوان اللي بتكون طاغية، يعني نعتمد أي ألوان أكثر؟ هلأ دائما بتلاقي الشجرة، بس الشجرة فيها العديد من الألوان، الأحمر، الذهبي، الفضي. تماما، هلا كانوا يعتمدوا من زمان اللونين هو الذهبي والاحمر، كنا هذا اللي نشوفه على الاساس. هلا لا صاروا عم بيشوفوا الديكور الموجود، مثلا الفرش عموف بيعملوا عموف، الفرش مثل ما حكيت سالي عنيلي بيعملوا عنيلي. بس انا هلا نحن عندنا شيء اسمه التنظيف بالطاقه او تنظيف البيت، كل مره بحكي عليه تنظيف الملح، انه ننظف بالملح، نمسح حتى الكنب شيء بسيط من الملح. غاليه ملح صخري ما؟ ملح صخري أو بحري. بس في شغلة هون لازم أعملها، وقت الأعياد بالذات المفروض نفتح شبابيك البيت كلها ونفتح حتى الخزن والدروج، نخلي الطاقة الموجودة تطلع كلها لبرا، لأنه أنت ما بتعرفي بيكون في تراكمات، في طاقات سلبية موجودة. تراكمات سلبية تماما، فأنا لما بفتح شبابيك البيت كلها بفتح دروجي بفتح خزايني وببلش نظف وهو مفتوح هذا كله، بيعطي بتحسي حالك أسرع صار البيت جو السلبية فورا ما بتطلع. عم تحكي غالية نور، نحن حتى بالأيام العادية غالية وقت نحن نهوي البيت وحتى نفتح الدروج والخزاين بنحس في شيء وهم ونزاح. تماما، أكيد بأيام الأعياد أكيد، فهي شغلة كتير مهمة ومهمة كتير.
بس ننظف بالمي والملح نعمل تبخيرة للبيت. تبخيرة البيت بأي بخور موجود عنا، إن كان خشب الصندل، هلأ أنا فضله كتير لأنه هو بالذات بيكسر الطاقة السلبية بالمكان. هلأ نحن في عنا شيء حتى بالطاقة بنقوله عطول أنه نحن عم ننظف ونعمل هذا الشيء، بس نخلص لو نطفي الكهرباء شوي، ننزل القاطع شوي لمدة نص ساعة ونشعل بس شموع، نسكر وبعد ما نخلص التنظيف وسكرنا الدروج وضبضبنا كل شيء، نطفي الكهرباء ونشعل شموع ونعطي السلام ونعطي السكينة، وتتأملي الشمعة وتعدي شوي هيك على ضوء الشموع، يعني تتجردي من كل شيء، من الشحنات الكهربائية الموجودة، من كل شيء تماما، وتعدي شوي حتحسي طاقة بيتك صارت مميزة جدا، يعني بتحسي أنت عملتي شيء. هلأ الشيء الثاني، نحن كأشخاص نحن شو لازم نعمل لنا مثلا؟ هلا انا على طول بقول حمام الملح، بس وقت العيد بالذات ما بحب الدوش السريع، يعني انك تاخذي كمشه ملح وتدلكي فيها جسمك وتغسلي بعدها وتطلعي. وقت العيد بالذات بحب لا انه يكون نقعد بالمي والملح، يعني نقعد لفتره، حتى اذا منضيف، يعني هلا البانيو اذا عبيناه بده كاسه ملح كبيره كبير. ملح صخري، وانا بقول كمان زياده للانتعاش، وحتى تحسي حالك بالفعل في طاقه سلبيه طلعت منك، تضيفي كمان كاسه بن، يعني القهوة الناشفة البن كمان تضيفيها، بده حمام تاني الواحد. تمام، بتعدي انت، فبتعدي بتحسي حالك عن جد نوع من الاسترخاء والطاقات السلبية كلها نزلت. حلوة كتير حلو، بس تقومي بيكون البن علقان على جسمك، فأنا ما بحب فورا تفتحي مي وتغسلي، لا بتبلشي تدلكي هون، صار مثل طريقة سنفرة للجسم وتنزيل كل شيء طاقات سلبية، وبعدها بقى بتفتحي المي. المي لما نحن بدنا نفتحها بدنا نحن نعطي راحة لجسمنا ونستقبل العيد، بيكون حتى أجسامنا نظيفة. بغمض عيوني أنا وبتخيل المي عم تنزل زرقاء وعم تنزل، وأنا بقلبي بقول، يعني نحن بالطاقة طول ما نقول النية تسبق أي عمل، فأنا بحط النية على نية أنه هالمي تنزل وتغسل كل شيء، هموم وأوجاع وأمراض وطاقات سلبية موجودة عنا. يعني يمكن هدول القصص ما تتعدى الساعة أنا أعملها ببيتي، بس بتحسي حالك عملتي شيء عن جد، وبعدها بتهيئي حالك للعيد، بتحسي عن جد طاقة البيت كلها عم تشع، بتحسي بيتك في ضوء عم بيضوي عن جد. يمكن حكينا هلأ معك غالية كيف بتهيئي نفسك لاستقبال العيد والاستفادة من الطاقة الإيجابية. خلينا نحكي عن طاقة العيد الإيجابية. أنا هلأ بقول لأهلي ورفقاتي اللي متضايق ينزل يمشي بشوارع الشام بس ليشوف الفرحة والزينة. لحالك يمكن تتمشي 10 دقائق الفرحة بتفوت لقلبك وبتعيشي تفاصيل العيد مختلفة. فينا نقول تمام، هلأ نحن بس نقول كلمة عيد، كلمة عيد إلى تردد كوني، عيونك بيضحكوا لحالك، تمام، بتحسي فرحة، فما بالك أنت إذا قلتي عيد ونزلتي على الشوارع. هلأ نحن بنقصد بالعيد أكثر شيء التسامح والمحبة والصلح إذا بدك، لأنه في كتير ناس بيكونوا عن جد في مشاكل بالعائلات أو بين الأخوات أو بالشغل، إمتى نحن منحل هالقصة هاي بالعيد؟ فخلي العيد يكونوا بالذات هذا العيد لأنه عن جد مميز كتير كان. فنحن بدنا إياه يكون يعني مثل ما بيقولوا العيد عيدان، عن جد يكون عيد للتسامح للسلام. أنا بادر، ما استنى لحتى هو يبادر، مثلا إذا أنا متخانقة مع حدا أو متزعلة مع حدا، أنا عطولي اللي يكون المبادرة. أنا اللي روح له أنا بعتذر منك وهلأ عيد وهلأ صفحة جديدة. خلينا نحن نكون المبادرين، وخلينا نحن اللي نبلش بالسلام وبالكلمة الطيبة، خليه عن جد يعم الخير والسلام على الكل. بتحسي الطاقة كلها بتختلف، بس تمشي بتحسي ريحة الهواء صارت غير، حتى البسمة، يعني نحن مثلا بنطلع انه ايه عيد وكذا، بس تحسي انه معصبين وهذا ناقص وهذا مو ناقص وهذا جبنا وهذا ما جبنا، معجوقين تماما. طب لا، لازم يكون شوي في هيك رواء، معلش هذا ناقص يلا بنجيبه المرة الثانية. اهم شيء الكلمة الطيبة والكلمة اللي لها تردد كتير حلو، هي اكثر شيء اللي بتعطي الفرحة والسلام. غالية دائما بالبيت في عنصر اخ صغير او اخت صغيرة او حدا بيضله مشلوش ومعصب، بخصوص مثلا بايام الاعياد، فكيف فينا نمتص نحن هذا الشيء ونقول له لا لازم تروق، لازم نعطيه طاقة ايجابية؟ قديش شو الطريقة اللي فينا نقدر ناخذ نمتص الغضب؟ يمكن انت خبيرة طاقة ممكن تفيدينا بمعلومات. اكيد طبعا، هلا وقت يكون في هيك اشخاص، هلا حمام الملح أنا حكيت عليه كتير، هو بينزل من هاي الطاقة الموجودة السلبية للشخص نفسه، خليه يعمل حمام الملح. نحاول نتناقش مع هذا الشخص، نشوف أول شيء شو مشكلته، هل احتمال يكون عنده حالة معينة هو ما عم بيحكي لنا حدا فمأثر عليه سلبا، فنحن لازم
نعرف شو اللي عم بيصير معه. الشيء الثاني نحاول نهدي، نقول له هدي. إذا كان لابس ألوان كتير فاقعة، لأنه هلأ مثلا أعياد وكذا الناس كلها بتروح للألوان صحيح. الأحمر وهيك، لا، هذا الشخص اللي بتحسيه عنده توتر يروح للألوان الزرقاء الخضراء، هدول الألوان اللي بتعمل له يبعد عن الأحمر شوي برأيك. تماما. هلأ إذا كان الشخص كتير عصبي فضل يبعد عن الألوان الحمراء، حتى الأطفال اللي عنده هلأ فرط حركة. بس يمكن اللون الطاغي بأعياد الميلاد هو اللون الأحمر. تماما، هو هذا اللون الطاغي. بس نحن وقت يكون الطفل عنده فرط حركة أو شخص كتير هو بطبيعته عصبي، يعني في أشخاص بيكون عندهم مناسبة أو حفلة بالبيت أو أي شيء بيضلوا معصبين، فعدي لبسي أحمر صعب كتير. وحتى في شغلة هون النقاش بيكون كتير صعب معه جداً. يعني بدك تجي تناقشي بتحسي فورا بس بيفور، فنخليه يروح على الألوان. هلأ اللون الأخضر بالميلاد كتير حلو كمان، رائع. يعني كمان فينا هلأ فينا لون أخضر ندخله أكسسوار. طب هذا اللي بدي أسألك عنه دكتورة غالية، يمكن بكل بيت بالميلاد بتلاقي الأهل عم يزينوا ويحتفلوا، خلينا نحكي عن زينة الميلاد والألوان اللي بتكون طاغية، يعني نعتمد أي ألوان أكثر؟ هلأ دائما بتلاقي الشجرة، بس الشجرة فيها العديد من الألوان، الأحمر، الذهبي، الفضي. تماما. هلا كانوا يعتمدوا من زمان اللونين هو الذهبي والاحمر، كنا هذا اللي نشوفه على الاساس. هلا لا، صاروا عم بيشوفوا الديكور الموجود، مثلا الفرش عموف بيعملوا عموف، الفرش مثل ما حكيت سالي عنيلي بيعملوا عنيلي. بس انا اكثر شيء اللون الذهبي. اللون الذهبي هو اللي بتحسي انه الشجره مثل الشمس، يعني بتعطيكي حتى السطوع والزهور، وبتحسي البيت بس تفوتي وقت بيكون في الذهبي بتحسي مجرد ما طلعتي خلص، يعني هيك بيلفت النظر. هاي شغله. الشغله الثانيه طاقه اللون الذهبي كثير مهمه، لانه نحن بناخذها من الشمس. حلو. والشمس فهي الصفاء، السلام، اشراقه يوم جديد. صحيح. يعني على طول نحن بنقول انه هذا الشيء لاشراق يوم جديد، بدايه جديده لعام جديد لنهار جديد، حتى يكون كل شيء جديد وكل شيء طاقه ايجابيه. فانا بفضل قد ما حطينا نحن الوان نكثر الالوان الذهبيه حتى يكون في شيء مميز، وبتحسي بيتك عن جد عم بيضوي وعم يعطي طاقات كثير حلوه. تمام. يعني دائما الالوان هذا اللي كنا نعتمده او كانوا يعتمدوه قبل، بعيدا عن صيحات الموضه مثل ما قلتي، هي بتعطي دفء وسلام للبيت. قديش مهم يكون حتى مثلا بالبيت الطاولات حتى متناسقه مع الشجره، استقبال الضيوف، كيف بدنا نستقبل الضيوف بهيدي الطاقه؟ بعد ما خبرتينا انه لازم نحن نفتح الشبابيك والدروج، تخبرينا شوي عن ديكور البيت. اكيد. هلا نحن اكيد بده يكون كل شيء متابع بعضه، بس نحن كمان في عائلات ما قدرتها تعمل مثلا هالقصص، فنحن شو بنعمل بشغلات بسيطه. تماما. فينا ست البيت هي تعمل. هلا انا مو بالضروره مثلا ارمز للعيد بالشجره الكبيره اللي كثير مليانه قصص وانا اكلف حالي، لا، انا فيني احط الشجره الصغيره. هي فرحه، هي فرحه للبيت انه لازم تكون موجوده. الشغلات اللي موجوده ما ضروري يكون الشيء الكثير، لا، نحن الشغلات بسيطه فينا نفرح فيها. ما قلتي شموع. تماما. شموع حمراء، شموع خضراء، بسكوتات العيد تكون موجوده وملونة. شغلات تماما، يعني شغلات بسيطه انا فيها ست البيت تفرح اولادها، تفرح حتى ضيوفها. يعني نحن ما بنعتمد على طول انه على الفخامه وعلى القصص، لا لا، الطاقه الايجابيه موجوده كيف ما كان وين ما كانت. المهم انت طريقه استقبالك للعيد وطريقه استقبالك للضيوف، يعني لما بيكون انت عم تستقبليهم من قلبك مبسوطه عم تضحكي، طاقه المكان بتكون حلوه. لما بتكون انت مرتبه بيتك منظفه هالامور هي كلها السلبي، بتحسي حالك عن جد كل شيء بيطلع حلو. ماشي انه انا لازم اجيب الثقيل والغالي الثمن، لا اكيد لا. ما بنعرف قديش فعليا فينا نحن نستغل طاقه العيد الايجابيه لنستقبل السنه الجديده بتفاؤل وطاقه ايجابيه. يعني نحن عم نودع سنه 2017، بنقول عنا عده طرق لاستقبالها، بس قديش فيني استغل هاي الطاقه لشحن نفسي للسنه الجديده؟ يعني نحن عم نقول نحن عم نعيش ظروف حياتيه صعبه، معيشيه، اقتصاديه، وظروف حرب. فمع كل هالحكي يمكن في كثير من الناس بتسمعنا بتقول انه ما كثير بقدر طبقه على ارض الواقع. تماما. هلا هو الحكي عن جد نحن حكينا منه صعب ابدا، شغلات جدا بسيطه. ملح، ما في حدا ما عنده ملح، ما في حدا ما عنده هالامور هاي، بالعكس يعني فيكي انت تستغلي. بس انت الشيء فيكي
يعني كل شخص يبدأ بنفسه على طول، يعطي توكيدات، يحكي يقول إن شاء الله السنة الجاية أفضل ونهاري الجاية أفضل، وحيكون في شغل وحيكون في مال وحيكون مثلا إذا كان في مرض. إنه تجد بالأشياء نحن بتطلعي، أنا بستغرب من الناس اللي لسه ما أجت السنة وبيبلش بيقول لك إن شاء الله تكون منيحة، يلا المكتوب. طب ليش؟ ما أنت بما أنك حكيت في نوع من السلبية إنه ما رح تكون أحسن من اللي قبلها، هي كمان نقطة مهمة يعني. تماما. يعني الكلمة برجع بقولها إلى تردد كوني بالكون، وبس تتردد صارت كارما كونية، خلص صارت عند الشخص. دائما نقولها صحيح. تماما. فنحن على طول لازم نعود إذننا عن الكلام الجميل يعني. تماماً. حتى للعقل الباطن الكلام الإيجابي كتير مهم. أنا أعطي كلام إيجابي إلي لمحيطي لأطفالي خصوصي هلأ بفترة الأعياد، حتى هذا الشيء يكبر معنا. يعني ما بدنا يكون اجتماعاتنا بس سلبية ونحكي أكيد. بالكلام السلبي أكيد. لا لا، ننسى كل شيء هو عيد ونحكي على طول بالطاقة الإيجابية وبالكل ألفاظنا تكون إيجابية. دائما أنا حتى بقول لأخواتي أو لعائلتي بيذكروا كلمة معينة هي تكون سلبية، إنه لا نحن بده يصير معنا شيء مو منيح، إنه أنا بقول لها إنه ما بقى تقوليها. يعني قديش المهم إنه نحن ما عاد نرددها لا بمسامعنا، وحتى نبعدها كفكرة، نجيب الفكرة الأجمل أكيد. نجيب الفكرة المعاكسة لها. قديش هذا مهم. بدنا كلمة أخيرة منك لكل يلي عم يتابعونا بعد هالطاقة الحلوة اللي أنت منحتينا إياها واللي عم تمنحينا إياها أكيد. خير تسلمي لي. هلا بدي لكم أول شيء كل عام وأنتم بخير، وكل بلدنا إن شاء الله بألف خير أمين. وقائدنا كمان بألف خير أمين. بدي أقول لهم عن جد يعني بدأوا السنة الجديدة بكلام حلو، بكلام إيجابي، بطاقة إيجابية والمحبة والسلام. أتمنى على طول المحبة والسلام للجميع. ما المهم أنا شو عملت أو شو زينت أو شيء، قدموا المهم أنا كيف استقبل العيد، كيف كون مع أولادي، كيف كون مع ضيوفي، هي أهم شغلة فيه. أكيد دكتورة غالية البغدادي خبيرة بعلوم الطاقة، نتشكرك على وجودك معنا مع الطاقة الإيجابية اللي بتمنحينا إياها خلال فترة قصيرة من الوقت. شكرا إليك. إن شاء الله يا رب يعم السلام كل أرجاء سوريا ب 2018 وميلاد مجيد لإلك ولك لعائلتك. شكرا كثير لك. جميل يا حبيبتي. شكرا لك.